عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لكي نعلن عن أسماء الفائزين في هذه الحلقة. من يا ترى الأسماء التي ستكون هي ساعية الحظ في هذه الحلقة؟ أول متصل معنا في هذه الحلقة راح يكون الرابح. المتصل الأول سعيد حظ، سعيد حظ، ولأول مرة يفوز معنا في البرنامج من المواسم الثلاث كلها. اسمه عبد الرحمن حسني جنبين. عبد الرحمن حسني جنبين، ألف مبروك يا عبد الرحمن، ألف مبروك يا عبد الرحمن، فزت معنا بجائزة مقدمة من مجوهرات بام سلم. نشوف من المتصل الذي راح يكون الرابح بالجائزة الثانية المقدمة من جوهرات بن سلم. المتصل الثاني هو، خلينا نحط الأوراق هنا عشان نفتح الورقة مع بعض ونعلن الاسم مع بعض. من هو سعيد أو سعيدة الحظ؟ شاركت لأول مرة وهي سعيدة حظ اليوم، ألف مبروك يا فاطمة هاني بالرمدان، ألف مبروك يا فاطمة هاني بالرمدان، مبروك يا فاطمة ومبروك يا عبد الرحمن، مبروك يا آل بالرمدان، مبروك يا آل جنبين. مشاهدينا الكرام، الآن راح يتم إعلان سؤال الجمهور، من يستطيع الإجابة عنه ومن يقدر يجاوب عليه؟ سؤال الجمهور ايش هو يا هشام؟ كنترول اعطيهم سؤال جمهور. اين تقع منطقة منعر؟ وين تقع منطقة منعر؟ نعم، منطقة منعر تقع داخل اليمن. ما حد كده ما بقدر نقرب لكم. وين تقع منطقة منعر بالتحديد؟ في اي محافظة؟ وين؟ نشوف من يستطيع الاجابة على هذا السؤال على الرقم التالي 7825074242، 7825074432. أرسلوا الإجابات على هذا الرقم. أين تقع منطقة منعر؟ منعر تقع داخل اليمن، بس وين؟ دور لها. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، طبتم وطاب مساؤكم في أمان الله وحفظه. كان معكم أخيكم هشام العماني من برنامج شهر الغفران.